بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من درسنا ومجلسنا الأسبوعي في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صلاة التطوع، إذ قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لأحمد قالت أم المؤمنين عائشة: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل شيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر. نعم. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه من جملة الأحاديث الواردة في صلاة التراويح في رمضان، فكانوا النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بهم ليلتين أو ثلاثا، فتعالم الناس بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم فصاروا يزيدون، ففي الليلة الرابعة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم من صلاة الفجر قال: إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بهم، فثبتت بذلك مشروعيتها جماعة، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، فاستمرت صلاة التراويح جماعة في مساجد المسلمين في رمضان عملا بهذه السنة النبوية. والمحذور من الفرضية زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد وفاته لا ينزل إحداث أو حدوث شيء في التشريع. نعم. أحسن الله إليكم. جمع عمر للناس على إمام في صلاة التراويح، والذي مضت عليه السنة من بعده رضي الله تعالى عنه، هل الأولى في آخر الحديث الوارد صلاة مثلا آخر الليل منفردا في رمضان كما قال رضي الله عنه، أم أن شهود صلاة التراويح جماعة مع المسلمين؟ يصلون صلاة التراويح في أول الليل لأن هذا أرفق بهم، ثم من أراد الزيادة فإنه يقوم من آخر الليل ويصلي منفردا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6، وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر، وصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. نعم، وهذا الحديث أيضا مما يبين مشروعية صلاة التراويح في رمضان في أول الليل، وأما في 10 الأواخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لصلاة التهجد، وكان الصحابة يصلون التهجد أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل فيصلي معه الرجلان وهكذا، تكثر الجماعات وتقل متفرقين أوزاعا، فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد، فهذا من عمل عمر رضي الله عنه إحياء لهذه السنة وإبقاء عليها، فجمعهم على أبي بن كعب قارئ الصحابة، بل هو أقرأ الصحابة رضي الله عنه، جمعهم عليه فصلى بهم، فاستمرت سنة تراويح في رمضان في أول الليل، وسنة التهجد في 10 الأواخر أيضا جماعة في المسجد، فهذه السنة مضت والحمد لله. تراويح في أول الشهر إلى 20، ثم يضاف إليها التهجد في آخر الليل. نعم، 10 الأواخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي الموطأ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. نعم، عدد الركعات، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 أو 13، ولكنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، وكان أيضا في القراءة يترسل ولا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا وقف واستعاذ عليه الصلاة والسلام. خذ نموذجا من صلاته صلى الله عليه وسلم: قام ليلة فقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالبقرة كاملة وآل عمران كاملة والنساء كاملة في ركعة، 3 سور في ركعتين، في ركعتين 5 أجزاء وزيادة، 5 أجزاء وزيادة، وكان ركوعه نحو من قيامه، وكان سجوده نحو من قيامه عليه الصلاة والسلام. فهذا ما حصل في أول الأمر وأول الإسلام، فهذا يشق على الناس، يعني تطويل الركعتين على هذه الصفة. فعمر رضي الله عنه والصحابة رأوا أن يخففوا الصفة ويزيدوا في العدد، أن يخففوا الصفة ويطي ويزيد في العدد، يعني تعويضا عن التطويل، فصلوها 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوها 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الذين
يقولون لا يزاد في التراويح عن عشر ركعات، عن عشر تسليمات أو خمس تسليمات. فعمر زاد على هذا وقره الصحابة على ذلك، صار يصلون 23 ركعة، فزادوا في العدد وخففوا الصفة. نعم. وروى مالك عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. نعم، هذه صفة صلاتهم في عهد عمر، أنهم كانوا أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي جماعة بالناس في صلاة التراويح والتهجد في رمضان، تهجد في آخر الشهر، والتراويح في أول الشهر إلى آخره، التراويح تستمر من أوله إلى آخره، وأما التهجد فإنه في آخر الشهر، يكون في آخر الشهر، التهجد جماعة، أما فرادى فالإنسان يتهجد في رمضان في أوله وفي آخره وفي غير رمضان أيضا تهجد ما يسر الله له. نعم. وروى أيضا عن داود بن الحصين عن الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. نعم، هذا فيه الدعاء على الكفرة في رمضان وفي غيره، الدعاء عليهم باللعنة، الدعاء عليهم بالعذاب، وأن الله ينزل بهم بأسه حتى لا يبدلوا دينه ويغيروا دينه، وحتى لا يتطاولوا على المسلمين. ففيه الدعاء على الكفرة في رمضان وفي غيره، في الصلاة وخارج الصلاة. الصلاة هذا يكون في القنوت، يكون في القنوت يدعى عليهم. وفيه أنهم كانوا يتحرون الرفق بالمأمومين فيخففون في التراويح، وأما في القيام فكانوا يطيلون الصلاة، صلاة التهجد يطيلونها حتى يعتمد المصلون على العصي، أو يربطون الحبال بالسواري ويتعلقون بها من طول القيام، ولا ينصرفون إلا عند الفلاح، يعني عند طلوع الفجر، عند السحور. نعم. وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. نعم، إذا كان المسلمون يصلون جماعة صلاة التراويح أو صلاة التهجد فلا يجوز لإنسان أن ينفرد عنهم ويصلي وحده، فهذا أنكره هذا الصحابي الجليل على من فعله، فلا يجوز التفرق وهم في مسجد واحد بل يجتمعون على إمام واحد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الوارد من الحديث السابقة في مسألة الإطالة وإطالة القنوت والقيام في الصلاة، وبين ما يعمد إليه بعض الناس من التخفيف الشديد جدا، يعني ما المنهج الشرعي في التوسط في هذه المسألة؟ المنهج الشرعي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فلا تخفف الصلاة تخفيفا مخلا، ولا يطول على المأمومين إطالة تشق عليهم، وإنما الإمام يتوسط في هذا، في صفة الصلاة وفي عدد الركعات. نعم. أحسن الله إليكم. مثل الحديث السابق يقول كانوا يختمون البقرة في ثمان ركعات، اليوم تختم البقرة أحسن الله إليكم في بعض المساجد في 12 ليلة.
هذا إخلال، هذا إخلال وتخفيف مخل. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذا الشرح والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.